السلام عليكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يا كريم حياكم الله في فيديو جديد من قناه وطن. فكره ان شاء الله بهذا الفيديو اتمنى منكم التاكيد دعم هذا الفيديو حتى يصل ان شاء الله الى اكثر عدد من الناس. في تاريخ تم الاتصال على برنامج الحاج وادي اللامي والقاء قصيده لمدح ممن ظلموا اهل البيت عليهم السلام، فقالوا او نعم انشدوا او القوا قصيده نونيه القحطاني. نعم، كان يوم امس هناك يعني استفزاز واضح من الطرف الآخر لمدح أعداء أهل البيت عليهم السلام، لكن البرنامج كان حاضر وبقوة للرد داخل البرنامج، وإن شاء الله سنأخذكم برحلة أيضا لرد الأخت الشاعرية سحر الخفاجي والتي ردت على هذه النونية. نقول بختام أو بهذه بمقدمة أو بختام هذه المقدمة المختصرة جدا أخواني أخواتي، البرنامج يعطي المجال للطرف الآخر لإبداء عقيدته، لا يحجر على رأيه، يريد أنه يبين أنه إحنا نرد في الجانب العقائدي، في الجانب التاريخ إن صحت العبارة، في جانب الشعر، في جانب القصيدة، في كل الجوانب حاضر. مباشرة بعد نونية القحطاني التي أكرر نونية القحطاني بها إساءة لأهل البيت عليهم السلام، لأن جعلوا القاتل والمقتول في نفس الخانة، جعلوا معاوية والإمام علي عليه السلام في نفس الخانة، ترضوا عليهم جميعا لأنهما الصحابة. ومن هذا الكلام أخواني أخواتي لنستمع إلى تمام المداخلة ونعود بكم إلى مداخلة الأخت الشاعرة الرائعة سحر الخفاجي والتي ردت على هذه النونية بكل علم وبكل أدلة بأبيات شعرية مهمة جدا. لنستمع ولنتعقيب، فخليكم. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من شيع على الكلان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد دمي وسيذانك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وديراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها كيف لم يختلف فيه اثنان؟ أنا مستغرب، هاي الأمة الكاملة اختلفت حتى لم يختلف فيه اثنان. سأنتهي، اصبر لو سمحت. خلوا نكمل القصيدة. سووا ميوت سيدنا، سووا ميوت رباني. إلا يقطعوه، لازم يقطعوه. اصبر، أنا ما أقبل المقاطعة يا حسام، أنصف حسام الآن. هو يمدح في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وأنا ساكت، والله العظيم يا حسام أنت مو منصف، تشوفني أنا ساكت. أنت ما من حقك تقاطع وترفع الكتم، يلا اكتم، أنت ما من حقك تتكلم أصلا، اكتم المايك. تشوف اللي دا يدير الحلقة دا يسمح له، طب ليش تقاطع؟ تفضل أكمل يا شيخ. أكمل بس أكمل، بس بعدين راح نسألك على القصيدة ممكن؟ حاضر ان شاء الله. بس حجي نريد نعرف سعد بن عبيدة اختلف لو لا. حجي نريد نعرف سعد بن عبيدة من الاثنين اللي اختلف لو لا، حتى اصبر يا رجل عليها. اصبر يلا. اكرم بعائشة الرضا من حرة. اكرم بما؟ اكرم بعائشة الرضا من حرة ذكر مطهرة الإزار حصان هي زوج خير الأنبياء وذكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلكه أحبه صدقا بلا أذهان أوليس والدها يصافي بعلها
وهما بروح الله مؤتلفان. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان. من كان يسهر ليلة في رقعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني. زوج البتول أخ الرسول وركنه ليت القروب منازل الأقران. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان. واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان. غصنان أصلهما بروضة أحمد لله ضر الأصل والغصنان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعبد الرحمن وأبي عبيدة الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. فقتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوى صدورهم من الأضغان. والويل للراكب الذي سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلم بكبيرة الله ذو عفو وذو غفران. الله ذو عفو وذو غفران. وهذا أكتفي. طيب. إن الذي قد قلته يا صاحبي لغط يتيه به شيب وصبياني. هذا الكلام الذي قد قلته ما يرضى به حتى نزار قباني. تفضل حجي واحد. والله هذا كلام حق. أريد دقيقة ونص. حجي هذا عبد المتكبر هو نفسه محمود. مرة اجي لغرفة الحاق وقرأ هاي القصيدة وخلينا الشاعر أسحار ترد عليه وعندي تسجيل أنا موجود الآن. الشاعر أسحار ترد عليه. زين تذكر أبو عبد المتكبر؟ يعني الشعر بس لكم حجي الشعر بس لكم. هذه اليونانية القحطاني والشاعر أسحار ترد تقول إن الروافض خير من تبع الهدى لم يرتضوا أن يغبن الثقلاني. أدوا الأمانة والسيوف تحوطهم قتلا وتشريدا بكل زمان. منذ رزية في الخميس وقد قضوا غبنا وقتلا مذ أبا الرجلان. وسل ابن عباس فيما خبر الذين هذا من يجدب عليه. نعم. وسل ابن عباس فما خبر الذين تنازعوا في حضرة العدنان. منعوا الرسول من الوصية مثلما منعوا حقوق الله والإنسان. يا ليت شعري كيف قيل صحابة لا تخذل الأصحاب في الحدثان. متجرئين على النبي وأمرهم إذ قيل يهجر عن نبي زماني. كيف التظاهر بالمحبة والصفا ما علمهم بواطن الإيمان. ما ينطق المرسول عن هوس ولا يرمى النبي بالهجر والهذيان. خذ ما أتاك به الرسول محمد فحلاله وحرامه أبدان. إني موجعكم وتارك فيكم سبل النجاة ومؤل الغفران. هذا كتاب الله أول تركتي والعترة الغراء للتبيان. رزء أصاب الدين من أقوالهم حسبي كتاب الله قال الثاني. ويح العصابة في عيادة أحمد يتنازعون تنازع الصبيان. لا ترفعوا أصواتكم يا عصبة منعوا وصيته سيد الأكوان. ما لي أرى الأصحاب بين صحاحكم حصروا بمن ثبتوا على العدوان. هل تنسبون عصابة لصحابة إكرامنا للصحب والخلان. عمار والمقداد وابن عبادة وأبو ذر الصديق كالأخوان. ولحمزة الليث الهصور بحربها صب الحمام على بني سفيان. وحبيب والعباس وابن خزيمة وبلال داعي الله كل أذاني. ما لي أرى فسط الصحابة خاليا من خلص الأصحاب والأخدان. سلمان منا في حديث محمد
أنا لا أرى فيكم هوى سلماني وعلي ليث الحرب في لجج الوغى كرارها وفقارها سفياني بل جعفر الطيار تاجر رابحا باع اليدين بأجنح وجناني هذه الصحابة والذين تثبتوا واستمسكوا في بيعة الرضوان إلى آخر القصيدة. طبت لا لا اسمع اسمع أبو كريم أبو كريم طبت وطيب القول طاب بقولة يرضى بها المختار والرحمن. يا صلى على محمد. حجي بيتين 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 إلي إلي عسري أنا إلي عسري عم تفضل على الوزن على الوزن والقافيه نفس الوزن والقافيه شيخاكما شيخاكما اتهم النبي لا قاطع شيخاكما اتهم النبي بالهجراني طيب ويوم حنين ولا يا هارباني بنتاهما على النبي تظاهرا واحتالتا بالزور والبهتاني. سلام عليكم. وتقولوا جهلا بان نبينا في مجلس تحييه جاريتان لا ينكر أن الدف يضرب هازجا مستسلما حاشاه بين غواني إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني كذب البخاري والصحيح كلاهما وعلى النبي هما لمجترئان من ذا الذي قد قال إنك أبتر مز النبي بقلة الصبيان فبأي عين قد رأوه وأيقنوا وعيونهم أعيا من العميان غرق البخاري في مهالك جمة وخياله قد غاص في الخلجان صدق النبي محمد في وصفهم أبناء جهل ثلة الشيطان بها خرقاء مثل وجوههم فحباه ربي كاثر الإحسان عجبا يباه الناس في أمجادهم وعلى الرسول تقاذف الأضغان قسم يراه ضحية مسحورة يغدو ويصبح دون ما إمعاني والبعض لا يدري بأن نبيه لا يأتي في خلل ولا نسيان والبعض صوره نبيا والها ومسابقا للخيل والنسوان والله نزهه وأعلى شأنه في جملة الآيات في الفرقان فالرفعة العلياء باسم محمد خير الخلائق أحمد العدنان يمسي ويصبح فوق كل منارة ذكر الرسول ويعتني بالشان يسمو ويعلو رغم أنف عدوه بعد الإله يقال في الآذان أسياد مكة مزقت أسماؤهم ومحمد يسمو بكل أوان عانى من الكفار أي مرارة ومن النفاق وعصبة الشيطان حتى إذا استقوت قلاع محمد وبنى بناء محكم البنيان وشريعة أبدية رسمت لنا لتقنن الأحوال للإنسان تعطي الحقوق لمعدم ومقتر وتنظم المكيال بالميزان والشرع باق والكتاب مفصل يحوي من الآيات والبرهان والراسخون بعلمه من أهله هم مصدر التفسير والتبيان فهم الهداة وعلمهم من جدهم وهم النجوم لشرعة الديان وهم الهدى والنور عيبة علمه خزان سر الله والفرقان وهم متراجم وحيه هم أسوة لبلوغ غاية جنة الرضوان وهم الكتاب مجسد بفعالهم هم آية التطهير من أدران هم نور ربي قد تجلى نورهم لهداية الإنسان كل زمان هم آل طه والملائك عندهم خفقت جناحيها بذي الأركان من عنده علم الكتاب أبوهم والأم فاطم خيرة النسوان هم آل ياسين الذين بجدهم ختمت رسالة ربنا المنان وببيتهم قد نزلت آياته أوتوا الكتاب بنصه الرباني وببيتهم قد نزلت آياته أوتوا الكتاب بنصه الرباني متشابه آي الكتاب ومحكم وهم تراجم حكمة القرآن هذه الشريعة للأنام جميعهم
وخريطة تهدي إلى الرحمن لتعلم الإنسان أن يحيا بها فيصل إلى بحبوحة العرفان. هي غرسة غراء في يد أحمد نشرت بذور الخير في الكثبان، وليستقي من علمها وغديرها وليرتقي الإنسان في الأكوان، حتى إذا راقت وطاب قوامها وتدلت الأثمار في الأفنان. قال الرسول متمتما بدعائه: يا رب صنها غرسة الإيمان، تسقى معينا باردا من علمه، وهي الفرات لباحث ظمآن. فالعين ساهرة وربك حافظ لرسالة الهادي بكل زمان. قد كان ساوى الناس في أصنافهم، لا فخر في لون وفي عنوان. ترنو إليه النفس دون ملة، هش وبش لين متفاني، خجل كعذراء يقال حياؤه، وكريم نفس صادق الإيمان. ويقوم جل الليل يعبد ربه حتى اصطفاه بمدحة وحنان. خسئ الذي قد قال أن محمدا يمسي ويصبح غاشيا النسوان. من كان يرقب ليله ونساءه أو قد نسي ما جاء في القرآن. أعمت بصيرته ولا تتجسس، أم في القلوب بقية الأدران؟ هل صم قوم راقبوه وما دروا من أين مخرج قرني الشيطان؟ أم ها هنا فتن وخبث نائم يرجو الظهور على مدى الأزمان؟ هذا رسول الله وهو مبلغ قول السماء عن ربنا المنان. من بلغ الآيات كل حروفها ما عيب في خلل ولا نسيان. فلقد رقى جبل الصفا ونداؤه قيل اسمه يا جملة الصحبان. إن أدعي أن العدو وراءكم أتصدقون مقالتي وبياني؟ قالوا بلى أنت الصدوق سجية، أنى تكذب يا صدوق لساني؟ قال الرسول إذن فإني منذر يوم التنادي محذرا إخواني. حذرتكم نارا ومثلي صادق، فتجنبوا النيران بالإيمان. لم يسمعوا إلا القليل مقاله، والبعض يهزأ بالهدى الرباني. سل عنه يوم الدار في إنذاره قرب العشيرة من بني عدنان. أمر النبي علي أن يطهو لهم، فطها لهم صاعا لذي الضيفان. أكلوا وكانوا 40 وما دنا لطعامهم شيء من النقصان. حتى إذا شبع الرجال سقاهم، فرووا بعس شرابه الريان. وشك النبي بأن يقول مقاله، قالوا أسحر ما ترى العينان؟ فبرى أبو لهب بسهم كلامه، هي ليست الأولى فسحر ثاني. فأعاد دعوته ثلاثا بعدها، ثم انبرى: يا أهل يا إخواني، أنا ما علمت فتى أتى قوما بخير مثل ما قد جئت بالإيمان. من ذا يؤازرني بأمر نبوتي فيكون من بعدي إماما ثاني؟ تسجرت نار الصدور لحيدر إذ قام فيهم سيد الفتيان. سأل النبي الناس ثاني مرة إذ ناد في شيب وفي غلمان. وإذا بصمت الناس عم بثالث، وعلي ناصره بكل أوان. إذ قام حيدرة على صهواتها قد خط مجدا شاخص البنيان. وتعانقت كف الرسول وساعد للشبل أعلن أيما إعلان. من كان حب محمد في قلبه فليرتضي هذا كما يرضان. أفواههم فغرت وتمتم بعضهم، أنسير تحت ولاية الصبيان؟ هذا علي والفضائل جمة، لكن عين القوم كالعميان. هو والد الحسنين صنو المصطفى، زوج البتول وفارس الميدان. متصدقا بصلاته في خاتم، وأخ الرسول ببيعة الرضوان. سل عنه ما قال النبي بشأنه
في يوم خم فوق ذي الكثبان. سل عن فضائله حديث الدار هل ذكرت فضائله لشخص ثاني. سل عنه صمت الليل من هو عابد ونهاره في البذل والإحسان. سل عنه قول المصطفى وحديثه في الطائر المشوي والخلان. سل عنه آل القضاء وعدله لا يختلف في عدله إثنان. سل عنه في خبر السفينة من ترى نعت النبي سفينة لأماني. سل عنه يوم الدار من ذا ناصر للدين وهو لسيد الفتيان. سل عنه في ليل المبيت مضحيا بالنفس دون المصطفى العدنان. سل عنه خيبر من دحاها نادها من لابن ود سيجيبك الخبران. سل عنه مكة من رقى كتف الهدى ستقول ذاك محطم الأوثان. سل عنه بدرا ثم أحدا خندقا ستجبك نار الحرب دون لسان. سل عنه في ليل الهرير ستلقه هو فارس الصهوات في الميدان. سل عنه تبليغ البراءة من لها إذ أرجع المختار شخصا ثاني. جبريل أخبر لا يبلغها سوى نفس النبي أو منه كالصنوان. غربالهم ما سد شمس عليها أكرم به خير الرفيق الحاني. في صغره حجر النبي أحاطه رباه في كنف الهدى الرباني. قد كان يلقمه الطعام بكفه ويزقه علما من البنان. شب الفتى متأسيا بمحمد متنفسا ذات الشذى الروحاني. رباه أحمد في ثنايا حجره أكرم بحيدر خيرة الفتيان. فغدا علي كما أراد محمد رهن الإشارة ناصرا متفاني. سل عنه تاريخ الصحابة أين من ذاك الفتى ومعلم الشجعان. من في الوغى إلا وسيف فقاره بمفارق الكفار كالبركان. من نام في بيت النبي مضحيا يفدي النبي بجسمه المتفاني. وبفتح مكة يعتلي كتف الهدى وبساعديه نهاية الأوثان. أسد الحروب إذا الوغى هشت له حصد الرؤوس وزمرة الطغيان. من غيره يوم اليهود بخيبر من ذا يبارز مرحبا بسنان. بشت أنامله بيوم كريهة ما قط ثنى ضربة بطعان. أنسيت من قتل ابن ود ومرحبا وفقاره كمخالب العقبان. حتى لقد قال الرسول لضربة هي خير مما يعبد الثقلان. ويزلزل الميدان تحت نعاله بالسيف يحصد ثلة الشجعان. ويزلزل الميدان تحت نعاله بالسيف يحصد ثلة الشجعان. هذا علي رغم كل مخالف بر شجاع قسور الميدان. من ذا الذي قصد النبي بقوله قد قوم الإسلام قائمتان. أولى القوائم كان مال خديجة سيف الأمير هو القوام الثاني. هذا علي قسور بجهاده والليل يشهد سجدة الرهبان. وبنو علي رغم كل إبائهم يتواضعون لسائر الضيفان. حتى عداه وهم كثير حاولوا ليغيروا التاريخ بالأثمان. فزها وجلجل صيته كزبرجد أنى يغطى بالهوى السفيان. سل عنه من ذهبوا لخطبة فاطم وعلى ما عادى ذلك الرجلان. ولما النبي أجاب إني موكل أمر الزواج لربنا المنان. أولم يقل من قبل أن إن جاءكم فرضوا به إن يحرز الشرطان. إن كان خطابا ذو دين ذو خلق رفيع يقبل لقران. فإذا علي أتى النبي كخاطب سر النبي وبنته الطهران. فإذا علي أتى النبي كخاطب سر النبي وبنته الطهران. وإذا السرور على السماء مزغردا وإذا المدينة وردة كدهان. رضي النبي بأن تزوج فاطم لله درهما هما الزوجان. لولا علي لم يكن كفؤا لها
في هذه الدنيا بل الأكوان، زفت له الزهراء يسطع نورها بدرا تلون قاني الألوان، خجلا تفصد من جبين غارق بمودة علوية الأغصان، والشمس زغردت الضياء تيمنا والنجم ينثر زهوه كجمان، فتكللت كل الأنام بنورها وتوحت في سعدها الثقلان، وتناثرت وردا رياض محمد وتضوعت بالمسك والمرجان، وبراعم الإيمان أورق غصنها ويضوع عبق أريجها الحسنان، وبراعم الإيمان أورق غصنها ويضوع عبق أريجها الحسنان، زهراؤها وعليها وابناهما كنموذج للطهر والإيمان، آي الكتاب ببيتهم قد أنزلت أو ما سمعت بسورة الرحمن، روحي فدى الزهراء من أثر الرحى مجلت بطحن شعيرها الكفان، ولكم تمنى البر خير غير معاتب، ولكم تمنى البر غير معاتب أن يغدو خبزا دون ما طحان، بيت به الحسن الزكي نموذج لطهارة الأرواح والولدان، وفناء دار ضم في أرجائه مهد الحسين يهزه الملكان، وعقيلة حوراء تنثر عطرها بتلاوة الآيات في الأركان، وهدير طحن لا يزال بمسمعي ورحا تباهي الكون بالدوران، أو تمجل الأيدي التي خلقت لكي يودعن في الحسنين كل حنان، لثما وتقبيلا بكل جوارحي تلك اليدان الغر يفتديان، فبحضنها عبق الجنان وروحها من فك بين تناثر وتداني، والقدر يطهى فيه أبسط مأكل والبشر قبل الجود للضيفان، بل يطعمون طعامهم وشفاههم ذبلا وقد كرهوا متاعا آن، ولأجلهم وصف الإله مقامهم ونعيمهم في سورة الإنسان، فأرائك وثياب سندس أخضر ورضاه عنهم غاية الرضوان، كان الرسول يمر كل صبيحة ويكرر الإيماء كل أذان، وبآية التطهير يجهر صوته ولباب فاطمة مومئا ببنان، يا أهل بيتي قد حباكم ربكم بالطهر والتقوى وعلو الشان، يا آل بيت الوحي إن مقامكم نطقت به الآيات في القرآن، من لم يصل عليكم بصلاته فسدت ولم تقبل من المنان، إن كان حب محمد أو آله رفض فإن الرفض من عنواني، وبذا أدين الله يوم حسابه وبحب فاطمة يطيب لساني. النبي أين الفضائل للذين ذكرتهم في بيت شعرك أيها القحطاني، كل النساء تود لو قرنت به فهو الرسول البشرق النوراني، أين التفاخر بالنساء زعمتها هي زوجة في تسعة أقران، فلئن ذكرت خديجة لأصبت إذ كانت عروسا وحدها بزمان، اقرأ روايات الصحاح تجد بها روتا حديث الكذب والشنآن، فلقد روت بلسانها عن نفسها كيف ابتداء الإفك والأضغان، إن الرسول يكرر اسم خديجة وتغار مثل صنائع الصبيان، وتقول مالي لا أراك نسيتها ولقد جزيت بأجمل النسوان، فيقول لا والله ما عوضت عن أم البتول ولا لها نسيان، وهبت إذا بخل الأولى من قومنا نصرت بحين الغبن والخذلان، افتح صحاحك لا تكل بضغائن وتقول قول شويعر كسلان، قد تاه لبي في بحورك سائلا هذا التناقض واضح لعياني، إن اللتين تقول أن بزعمكم أبواهما من خيرة الخلان، هذا كتاب الله قال تظاهرت
كلتاهما وهما هنا ثنتان. ما جاء في القرآن أن كليهما تتباهران بنصرة وحنان، بل قال إن فلانة وفلانة خاضت طريق الإثم والعدوان، ونهى النبي فلانة أن تعتلي جملا محاربة إمام زمان، وأشار أن ببئر حوأب فتنة إياك عنها فتنة الفتان، بل قال أخشى أن تكونيها وقد نبئت بالأخبار قبل أواني، سل طلحة وسل الزبير وما جرى في حربها حين التقى الجمعان. هذا كتاب الله قال وقرنيا زوج النبي في البيت للميدان. هذا كتاب الله قال وقرنيا زوج النبي في البيت للميدان. إن الروافض خير من تبع الهدى لم يرتضوا أن يغبن الثقلان. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. مثل ما استمعنا مثل ما شاهدنا، اتمنى ان الاخوة والاخوات يتموا ان الفيديو الى تمام، الى وصولا الى هذه الى هذا التعقيد. لاحظنا ان هناك مشاكل جدا كثيرة في العقيدة، خاصة في نونية القحطاني. هنا نريد ان نبين نقطة مهمة جدا اخواني اخواتي. الاخوة اللي ما سمعوا المقدمة، اكرر، البرنامج يرد في الشعر، يرد في القصيدة، يرد في البحث العقائدي، يرد في البحث التاريخي، يرد في كل الأمور وفي كل المجالات يرد. لكن هذا البرنامج متميز بأن يسمح للطرف الآخر. لاحظنا المشاكل العقائدية أخواني أخواتي. قصيدة تمدح كل الصحابة، اتركوا كل الصحابة ما معنى الكلام، لا تسألوا عن اللي جرى بيناتهم، اتركوهم، هذا يعني فتنة أو كلام أو شيء، سلمت منه سيوفنا فلتسلم منه ألسنتنا. هذا هو المنطق. ترضوا عن جميع الصحابة، ترضوا عن القاتل والمقتول، ترضوا عن معاوية والإمام علي عليه السلام. لاحظنا بطيات هذا الكلام أو بطيات هذه المداخلة أبيات شعرية مباشرة من الحاج أسد الحق علي، من السيد ميثم الموسوي، الحاج أبو كريم، نقل أيضا كلام أو شعر الأخت سحر الخفاجي. لكن أنا ما اكتفيت بهذا القدر، إنما ذهبت إلى غرفة الحق علي ونقلت القصيدة تامة وكاملة. فأتمنى من الأخوة الأخوات اللي شاهدوا هذا الفيديو انه ينشرون يشاركونا، لان القصيدة التي القتها السحر الخفاجي ابيات شعرية مدمرة وبدليل، ابيات شعرية علمية مهمة جدا بان تروج ضد هذه النونية التي اكرر، نعم عندما يتساوى القاتل والمقتول فهنا اساءة واضحة لاهل البيت عليهم السلام. اذا اخواني اخواتي لا نريد ان نطيل اكثر، فقط اقول البرنامج يرد، البرنامج يرد، البرنامج يرد، لكن البرنامج نفس الوقت يعطي الفرصة للطرف الآخر. أقول وهذه الفرصة التي يعطيها البرنامج للطرف الآخر تجعل الناس تتشيع، والله العلي العظيم أكثر من أشخاص، أكثر من شخص، أكثر من 10 أشخاص، أكثر من 20 شخص في البرنامج تشيعوا بسبب هذه المداخلات التي تأتي من النواصب الوهابية. تقبلوا تحياتي بختام الفيديو، انتظروني إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظروني خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان.